الجنوبيه. قولوا للمخابرات، قولوا للمخابرات، قولوا للمخابرات، قولوا للمخابرات. امثل ابن الاعتقالات، امثل ابن الاعتقالات، امثل ابن الاعتقالات، امثل ابن الاعتقالات. قولوا لكلاب الشباك، قولوا لكلاب الشباك، قولوا لكلاب الشباك، قولوا لكلاب الشباك. وقرب قرب الاشتباكات، قرب قرب الاشتباكات، وقرب قرب الاشتباكات، قرب قرب الاشتباكات. ومين الاقصى تحية؟ مين الاقصى تحية؟ والعصر المسكوبية، العصر المسكوبية، والعصر المسكوبية، العصر المسكوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا اليوم في هذا الاعتصام الأسبوعي الذي سيتواصل بعد الانقطاع في شهر رمضان المبارك، لنعود في هذه الوقفات الإسلامية دعما ووقوفا وإسنادا مع الحركة الأسيرة الفلسطينية بكل تشكيلاتها وفئاتها داخل السجون الإسرائيلية. في هذه الأثناء يتواصل أسيران من أسرانا في إضرابهم المفتوح عن الطعام. أكثر من 69 يوما ما زال الأسير خليل عواردي يخوض إضرابه المفتوح عن الطعام ضد استمرار اعتقاله الإداري، وكذلك الأسير رائد ريان الذي أيضا يتواصل في إضرابه المفتوح عن الطعام ويقترب من شهره الأول في خوض معركة الأمعاء الثاوية ضد أيضا اعتقاله الإداري. نحن هنا اليوم لنقول للأسير ناصر أبو حميد، والذي تدهورت حالته الصحية بشكل كبير جدا وتم نقله إلى مستشفى سافاروفيه وهو في أوضاع صحية صعبة، حيث بدأ المرض الخبيث السرطان ينتشر في العديد من أجزاء جسده، وأصبحت المناعة لديه قليلة جدا في مقاومة هذا المرض الخبيث، وهذا يعني أن أوضاعه الصحية ستزداد سوءا في الأيام القريبة القادمة، حاله كحال العشرات من الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية الذين يعانون أوضاع صحية صعبة بفعل هذه السياسات من الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس بحق الآلاف من أسرنا داخل السجون الإسرائيلية. في هذا اليوم سيتم عرض الأسير عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والذي يقضي 42 عاما من عمره داخل السجون الإسرائيلية، الأسير البطل نائل البرغوثي، الذي نتمنى أن يتم الإفراج عنه عصر هذا اليوم، والذي تم إعادة اعتقاله بعد أن قضى أكثر من 34 عاما في سجون الاحتلال، وتم الحكم عليه في اعتقاله الأول بعد التحرر من الأسر ب30 شهرا، ومن ثم تم إعادة الحكم السابق له مؤبد و18 عاما بناء على ملف سري لدى جهاز الشباك الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية التي تتبرع بمبررات أمنية للحفاظ وللاحتفاظ بأسرانا رهائن داخل هذه السجون الإسرائيلية. نتمنى لهذا الأسير البطل الذي قضى أكثر من ثلثي عمره في سجون الاحتلال أن يتنسم هواء الحرية في هذا اليوم. كذلك نتوجه بالتحية إلى كل أسرانا الأسرى الإداريين الذين ما زالوا يقاطعون المحاكم العسكرية الإسرائيلية ويقتربون من شهرهم الرابع لهذه المقاطعة للمحاكم بمستوياتها الثلاث، وكذلك التحية لأسيراتنا الماجدات
الأمهات الزوجات الرائعات اللي برغم الألم دائما هناك في أمل في هذه العيون اللي مصرة على النصر. هي رسالة وتحية وفخر واعتزاز. وبعدها أترك الكلام لقيادتنا أخونا الدكتور صبري صيدم، وأيضا لأن أخ كدورا اللي كلنا نتشوق لنسمع كلمته اللي مرات بتكون مؤلمة ولكن لازم نتألم عشان نصحى شوي. فالتحية كل التحية، وأنا إن شاء الله لنفسي وإلكم بقول إن شاء الله بعد هالرمضان نكون وقفاتنا بما يستحق الأسرة، مش وقفات خجولة. ومثل ما كان يعني رمضان ساخن في قدسنا، تكون دائما الأرض جحيم عليهم من أجل أسرانا اللي بيستحقوا منا كل الوقفة وكل التحية اللي أفنوا أعمارهم من أجل إن إحنا نحيا بحرية. موجه علينا ذكرى النكبة اللي إن شاء الله هي ما بتكون نكبة، بتكون موعد عودة وتحرر إلنا، لأن ما زلنا مستمرين في النضال. التحية لأخونا الكبير عضو اللجنة المركزية كريم يونس، وتعازينا الحارة إلى بعد فقد وفقدنا هذه الوالدة الصابرة اللي هي نموذج للمرأة الفلسطينية، واللي برغم أنف الاحتلال زفت بالعلم الفلسطيني في الداخل الفلسطيني اللي هو أساس في هذا النضال. التحية للمرضى، للأسيرات، للشيوخ، للأطفال، والوعد لنائل أن نبقى على العهد وإن شاء الله بنستقبله قريبا وبكون بيننا. التحية كل التحية لكل مناضل ومناضلة، واجب علينا أن نبقى على العهد. أخي دكتور صبري، بتمنى عليك تنضم لنا لنسمع كلمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. من هو ظلام السجن يا أرض كرمالك، يا أرض يوما تندهي من بين رجالك. هؤلاء الرجال، هؤلاء النسوة، هؤلاء الأبطال، الشعب الواحد يقف اليوم ليسمع الصوت كما بالأمس وكما بالأمس القريب، حتى يرفض هذه السياسة الاحتلالية التي لا تفرق بين فلسطيني وآخر، ولا تميز بين فصيل وآخر، وإنما تستهدف أبناءنا أينما كانوا وحيثما كانوا. بالأمس القريب وقفنا انتصارا للغضنفر والفسفوس والقائمة تطول، واليوم نعود لنقف لخليل عواودي ورائد ريان وننتصر لإعاقة الأسرى، حتى نقول بأن قضية القدس تماما كما قضية الأسرى، كما يطا، كما غزة، كما جنين، والقائمة تطول. لا بد وأن نكون في هذا الصف كالبنيان المرصوص، متلاحمين، واقفين، ثابتين، داعمين لهذه المسيرة الأصيلة. وأنا أثني على كلام أختنا الحبيبة ليلى عندما نقول بأن هذه الوقفة يجب أن تتعزز، أن الأسرى يجب أن يسمعوا الصوت، أن المعاناة التي يمر بها كريم يونس في وداع والدتي، وناصر أبو حميد في مرضه وآهاته، والقائمة تطول من الذين يعانون. وهناك الكثير مما يدور في بيوت الأسرى وسط عائلاتهم، لا بد وأن نقف إلى جانبهم في محنهم، حتى نكون جميعا كما عودنا أبنائنا، ملتزمين بمسيرة الوفاء، على العهد ثابتين بإذن الله، وبالحق مرابطين بحول الله. تحية للمسجد الأقصى ولكنيسة القيامة، تحية لخليل عواودي ورائد ريان، والقائمة تطول من الأحبة النشاب. في هذا الأسبوع أيها الأحبة، ونحن نحيي ذكرى النكبة المشؤومة، عشنا عرسا فلسطينيا بامتياز، وأقول أنه عرس بامتياز مع وداع الراحلة والدة كريم يونس، التي فصلها بينها وبين حريته أشهر قليلة، ودعها الشعب الفلسطيني في كل محافظات الوطن إكراما للأسرى جميعا، وليس فقط لكريم يونس.
إكراما للفصائل جميعا وليس فقط لحركة فتح وهو عضو لجنة مركزية زميلنا في هذه الحركة، وإكراما لنائل البرغوثي، وإكراما لفؤاد الشومري، وإكراما لكل أحب الأسرى الذين يقاتلون من أجلنا جميعا. في هذا الأسبوع أيضا وفي هذا اليوم المشؤوم اتخذت سلطات الاحتلال قرارا باستمرار منع عائلات الأسرى من قطاع غزة في زيارتهم أو حجب هذه الزيارة كحق بسيط من حقوق الإنسان عنه. نقول قلوبنا معكم جميعا، ننتصر لك، نقف إلى جانبكم كالبنيان المرصوص كما قل. إن لله عبادا إذا أراد وأراد، فلنكن نحن من أصحاب الإرادة بإذن الله بالإسناد والثبات والبقاء. كل التحية لكم جميعا إلى يميني ويساري إلى مقدمة هذا الركب أبطالنا الأسرى المحررين وعائلات الأسرى جميعا. كل التحية للنشامى المصرين على الثبات إلى حين تحرير الأسرى، لأن ذلك يعني تحرير فلسطين. كلمة أخيرة أوجهها للصحفيين النشامى والصحفيات، كل الشكر والتقدير والإكبار لكم لثباتكم على هذا الحضور المتميز. ندعوكم لدعوة بقية الزملاء. هذا الحدث أهم من أي خطاب سياسي، هذا الحدث أهم من أي حدث سياسي في فلسطين، لأنه هذا هو الحدث الأول الذي يعبر عن وجداننا وضميرنا جميعا. حج موفق سحويل، إخواني في إقليم رام الله والبير، كل التحية والتقدير لنجمتنا جميعا الحبيبة ليلى غنام، كل التقدير والمحبة، وشكرا للأهل ورجال الدين والنشامة والنشميات اللي اختاروا أن يكونوا دائما وأبدا معنا على العهد باقون. إنا هنا باقون فلتشربوا البحر. تحية للجميع، بوركت الجهود، نعود إن شاء الله لنحتفي وإياكم بحرية نائل البرغوثي بإذن الله، والقائمة تستمر. وإخواننا بالأمس عائلة الحبيب كريم يونس كانت تقول حرية كريم يونس بداية عملية التحرر وليست نهاية، نهاية المطاف في تحرير فلسطين بوجودكم وبنفسكم جميعا. دمتم ودام عطاؤكم. بارك الله. بعد قليل سنستمع إلى كلمات من أخي كبورة فارس وعبد القادر الخطيب وزوجة الأسير نائل البرغوثي إلى تلك الهامات الشامخة في سجون الاحتلال الذين يقبضون على جمر الألم والحزن في وداع الأمهات والآباء والأبناء والأولاد، هؤلاء الذين يقضون عشرات السنين من عمرهم لكي يبقوا أوفياء لفلسطين وقضيتها وانتصارا لمشروعها الوطني ومن أجل حرية شعبها وكرامتها. أخي كبورة فارس في كلمة نادي الأسير الفلسطيني حول آخر المستجدات آخر السجون الإسرائيلية. نتوجه بأسمى ضحايا العز والفخار لأسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال على اختلاف مشاربهم التنظيمية والفصائلية، فهم بالنسبة لنا رموز كفاح ومقاومة، وهم الذين شكلوا مع أقرانهم من الشهداء العلامة الفارقة في هذا الصراع المرير، هذا الصراع الطويل مع عدو مجرم متوحش، عدو عنصري فاشي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كنا نقول ذلك نحن كفلسطينيون، وظن البعض أن تلك مبالغات وذاك الخطاب السياسي للثورة الفلسطينية، ولكنه الآن بات خطاب العديد من المؤسسات الدولية التي تقرأ في سلوك الاحتلال وفي جرائمه وسياساته وتشريعاته وقوانينه تقرأ تلك السياسات الفاشية والعنصرية. فهذه دولة تغوص
في عنصريتها وفاشيتها يوما إثر يوم، وما ذلك إلا دليل على اضطراب في الرؤية، على اضطراب في السياسات الاستراتيجية. تلك إشارات تصدع في هذه المنظومة الصهيونية التي استندت إلى قائمة من الأكاذيب تاريخية ودينية، وسخرتها لخدمة مشروع استعماري بغيض. لنحاول أيتها الأخوات أيها الإخوة من صباح كل يوم أن نرصد الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، يعني من الصباح حتى 12 ليلا. بمجمل تلك الإجراءات والجرائم سنكتشف أن حربا تشن بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تشن على الشعب الفلسطيني في إطار نفس البرنامج التوسعي الاحتلالي الإحلالي. ولذلك الحركة الوطنية مدعوة أن تقرأ الأمور بطريقة موضوعية، وأن تستعد لبلورة استراتيجية وطنية فلسطينية من أجل التصدي لهذا العدوان، ومن أجل التقدم نحو حريتنا واستقلالنا. وملف الأسرى، ملف الأسرى أحد الملفات الهامة. يستوقفني أننا بدنا نمارس تقليدا بتذكير الشعب الفلسطيني بعدد سنوات الاعتقال للأسرى، فدرانا نكتب كل يوم عام جديد، ودخل الأسير فلان عامه 30 و35 و40 و42 و22 و20. يعني هذه السنوات الطوال التي يمضيها أسرانا، إنما يجب أن تستوقفنا لإعادة ترتيب الاستراتيجية الدفاعية للشعب الفلسطيني، بحيث تكون حرية الأسرى على رأس سلم الاهتمام الوطني. وأذكر في سنوات طويلة أن معظم الخلايا الفدائية التي كانت داخل الأرض المحتلة، أو تلك التي قدمت عبر الحدود سوريا أو الأردن أو لبنان، كان التكليف دائما لهذه الخلايا بأن تخطف وأن تأسر من أجل تحرير الأسرى. هكذا كانت التعليمات تصدر من القائد الرمزي الشهيد أبو جهاد لمعظم الخلايا التي كانت تأتي من خارج الوطن، وحاولوا وسعوا وعملوا جاهدين، ونفذت العديد من صفقات تبادل الأسرى التي حالت بين الاحتلال وبين أن يمكث الأسرى كل هذه السنوات الطويلة داخل معتقلات الاحتلال. كذلك أيها الأخوات أيها الإخوة، قانون الاعتقال الإداري يظن البعض أن مسؤولية محاربة وتقويض هذا القانون البائد المتخلف الجائر العنصري هي مسؤولية 620 أسيرا إداريا، وكأنه يستهدفهم وحدهم. كلنا، كل أبناء الشعب الفلسطيني، كل شباب فلسطين وشبابها مستهدفون بهذا القانون. لذلك الحركة الأسيرة وتحديدا الإداريون من بداية العام بدأوا بتنفيذ فصول خطبتهم أو برنامجهم لكسر وطي صفحة هذا القانون الجائر. تمثل ذلك بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية على اختلاف درجاتها، لتكريس ثقافة المقاطعة في مواجهة العدو. وليس فقط لأن المحكمة لم تنصف الأسرى، يجب توسيع دائرة المقاطعة. كذلك أن يقوم الأسرى بالإدراب عن الطعام. فلنا أخوين بطلين، الأخ خليل العوامدة الذي يضرب عن الطعام منه حوالي 70 يوما، ورفيق دربي الأخ رائد ريان الذي يضرب منه حوالي 35 يوم في مواجهة هذا القانون. هذه مسؤوليتنا جميعا وليست مسؤولية الأسرى. لذلك دعونا وندعو دائما إلى ضرورة أن تلتئم كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، وأن تضع على الطاولة برنامجا، رؤية، خطة استراتيجية لكيفية التعامل مع ملف الأسرى. لأن الموضوع يتفاقم أكثر حيثما وليت وجهك في كل الملفات الخاصة بقضية الأسرى. فإذا تحدثت عن موضوع القتل البطيء والإهمال الطبي المتعمد، نجد أن هذا يستدعي موقفا وطنيا شاملا وعاما. لو نظرنا إلى موضوع الاعتقال الإداري،
الى عمليات التنكيل والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الاسرى. يعني امامنا مسؤوليات كبيرة. ارجو ان نلتقط هذه الفرصة التي يهيئها الاحتلال من اجل وحدة العمل، وحدة التخطيط، وحدة العلم، ولعل النموذج الرائع، نموذج القدس واهل القدس في صمودهم وتصديهم لمخططات الاحتلال في المسجد الاقصى وفي كنيسة القيامة، انما تشكل نموذجا يحتذى ويجب ان يستنسخ وتوسع دائرته لتشمل كل انحاء فلسطين. لدينا الكثير من الدروس والعبر التي يمكن ان نتعلمها من هناك من اهلنا في القدس، لنعيد الاعتبار للمسيرة للمظاهرة بحيث نعود لنشارك بالآلاف. وأمامنا بعد أيام فعالية وطنية شاملة في إحياء ذكرى النكبة وذكرى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فيجب أن يرد الاعتبار للمسيرة، لأن الاحتلال أكثر من يكره بعمق وأكثر من يقلق حين يجد الشعب الفلسطيني يقف صفا واحدا رجاله ونسائه وأطفاله للتعبير عن موقف موحد سيترجم في المستقبل الى حركة نضالية والى ثورة تستمر وتتواصل حتى الحرية والاستقلال. المجد للشهداء والحرية للأسرى والنصر للشعب الفلسطيني. والسلام عليكم. اخي عبد القادر الخطيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات، الإخوة، أهالي الأسرى، نحييكم في هذا اليوم ونحن نقف في مقر الصليب الأحمر لنعبر عن تضامننا مع أسرانا الأبطال وأسيرتنا وأسيراتنا الماجدات، وهم يمرون في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة، وهم يواجهون مصلحة السجون التي تنفذ سياسة هذا الاحتلال المتغطرس الذي لا يؤول جهدا إلا وقد حاول أن ينال من عزيمة أسرانا وأسيراتنا. يوم غد سيكون هنالك جلسة بما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي لتجديد الإجراءات العقابية ضد الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، ونحن نقول بأن كل السياسات القمعية التي جربت في الماضي لا ولن تنول من صمود وعزيمة هؤلاء الثوار والأحرار، فإن الأسرى في كل محطة يثبتون بأنهم ينتمون إلى شعب عظيم وإلى قضية عادلة، فصمودهم نحن نتعلم منه في كل يوم. وبالتالي الأسرى في داخل السجون لا ولن تكسر عزيمتهم. نحن اليوم نتضامن مع الأسرى المظلمين، مع عواودة وريان الذين يسطرون صمودا بطوليا واستثنائيا في إضرابهم ضد القرار الجائر والظالم، القرار الإداري، وهم لا زالوا مصرون على أن يواصلوا هذا الإضراب وهذه الخطوة حتى ينهوا هذا القرار الظالم، القرار الاعتقال الإداري. ننظر بعين القلق البالغ إلى وضع الأسير المناضل المريض ناصر أبو حميد الذي نقل إلى مشفى أسافر فيه في وضع صحي خطير وحرج. ومكان ناصر أبو حميد الطبيعي هو أن يفرج عنه كي يتمكن من تلقي العلاج في مشافي مدنية، في مشافي فيها طاقم طبي مؤهل، وهذا ما يمكن أن ينقذ حياته لعل وعسى. إن إدارة مصلحة السجون تستمر في احتجاز المرضى في عيادة سجن الرملة
هذه العيادة هي عيادة تابعة لمصلحة السجون ولا علاقة لها بالقطاع الصحي المدني، وبالتالي يعاملون أسرانا هناك معاملة المعتقل العادي، وفي كثير من الأحيان معاملة غير إنسانية وقاسية. إننا في هيئة شؤون الأسرى وفي نادي الأسير وفي اللجنة العليا وفي كل المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى وسائر المؤسسات الفلسطينية يجب بأن نكون على الدوام مساندين ومتضامنين مع الأسرى. يجب بأن نعمل إلى استمرار هذه الاعتصامات. يجب بأن نوسع دائرة المشاركة حتى نسمع أصواتنا إلى كل العالم، حتى نقول للعالم بأن هذا الاحتلال هذا احتلال ظالم يعمد إلى إيقاع الأذى الجسدي والنفسي بحق أبنائنا الأسرى. وأنا الأوان لهذا الظلم أن ينتهي، أنا الأوان لهذا الاعتقال أن ينتهي، أنا الأوان لهذا الاحتلال أن يرفع ظلمه عن أبناء شعبنا وعن معتقلينا. بالأمس قدمنا واجب العزاء لعائلة الأسير كريم يونس، هذا المعتقل الذي مضى على اعتقاله 40 عاما. وبالتالي إن كل أسرانا لديهم سنوات طوال في داخل السجون، أعتقد بأنه قد حان الوقت وأنا الأوان كي يروا هؤلاء الفرج القريب وكي يرفع عنهم الظلم، وما ذلك على الله بعد.